أنوه لهذا الخبر أنه انقطع الاتصال مع معظم أطقمنا في قطاع غزة، أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة والقاهرة الإخبارية للشركة المتحدة في قطاع غزة، انقطع بهم الاتصال ونحن بدورنا نحمل سلطة الاحتلال مسؤولية أمانهم وسلامهم، وإن شاء الله نطمئن عليهم. كما ننوه إلى الاعتداء على أطقم القاهرة الإخبارية في القدس.